Some keep a diary. Seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover me. سلام، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنديروا خبز غولي محشي بالزيتون والكاشير. عندنا المكونات 500 غرام فرينه تكون مغربله، مغرف كبيره خميره الخبز، زوج مغارف حليب غبره يعني بودره، مغرف صغيره سكر، مغرف كبيره ملح، 5 مغارف زيت عادي زيت القلي، وبيضة واحدة، وعندنا ماء دافئ، وعندنا الحشو. كي نخلصو من لاباط نديرهم. نبداو بسم الله، نحطو النواشف مع بعضهم اللي هما البودرة، الخميرة، السكر، نخليو الملح فقط من بعد نحطوه، نخلطوهم مع بعضهم مليح. نضيف لهم الزيت، نبسس مليح، والبيضة تكون جبتيها من الفريجيدار بوقت يعني. نخلطها مليح ونلم بالماء. قبل ما نلم بالماء نحط الملح، منساش. لميتها، نخليها ترتاح واحد نص ساعة ولا ساعة تخمر شوية. نروحو للحشو. عندنا الحشو، نديرو زيتون اخضر مقطع هكا، وزيتون اسود مقطع تاني، نحيولو العلف، وعندنا الكاشير مقطع تاني ولا مرابي، وعندنا الفرماج نديرو 4 بورسيون، نقطعهم تاني قطع صغيرة، وهاد لو جون دوف باه ندهن فوق لاباط. لمول يكون لمول كيك هذا، ندهنو بالزبدة ونديرلو شوية فارين. نحل الساعة دركا لاباط تاعي ونشوفو كيفاه نكملو. فوالا لاباط بعد تقريبا فوق نص ساعة طلعت، شوفو كيفاه نحلها. بعد ما حليتها ندير المكونات. عندي نبدا بالزيتون، هكا نزيد الزيتون الكحل، نحاول اني نلصقهم في لاباط باه ما يسيحوش. تحبوا تزيدوا اضافات اخرى تزيدوا فرماج رابي ولا المعدنوس الدبشه. نزيد الكاشير، الفرماج اخيرا. دركا كي حطيت الحشو عليها كامله نبدا نلف لاباط تاعي بشويه بتجي على شكل غولي هكا.
نعدلها منا، نكون دهنت لو مول تاعي بنحطها فيه، نخليها تطلع نص ساعه واحده اخرى ولا اكثر، بعد نحطها في الفرن. ونكون بقطت الفرن مسبقا على 180 درجه الى 200 درجه. هذه اللابات تاعي برك هذا هو الغولي تاع الزيتون والكاشير. نحطها في الفور اللي دهنتو، نعدلها فقط ونخليها تطلع حتى نص ساعه كما قلنا. فوالا طاب، خليه يبرد شويه نحطه في صحن التقديم. فوالا خلصتو، شوف كيف جا خفيف وبنين. المدة تاع الطهي تاعو ابخي ساعة كاملة تقريبا، خليه يطيب عقلو وكل واحد والفور تاعو. ان شاء الله تجربوه، ما تنسونيش بلايك وابوني. باي باي.